اما بقى المشروع اللي هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي وهو تطوير محيط السيد البدوي، فهو مشروع غايه في الاهميه. طبعا كلنا عارفين اهميه وجود مسجد السيد البدوي هنا في مدينه طنطا، لانه بيعتبر مزار من اهم المعالم الاسلاميه ومزار لكل السياح. ناس بتجيله من بره مصر وناس من مختلف المحافظات بيجوا لمحافظه الغربيه لزياره ضريح السيد البدوي. المنطقه كمان المحيطه، يعني مش هنتكلم عن المسجد ولا الساحه اللي شهدت اعمال تطوير خلال الفتره الاخيره، المنطقه المحيطه بالسيد البدوي هي كمان شهدت اعمال تطوير مهمه جدا. يعني وانت داخل من قدام طبعا ميدان المحطه هو كمان شاهد اعمال تطوير، وانت داخل بقى من ميدان المحطه وفي طريقك للسيد البدوي هتلاقي فيه الممشى السياحي، في ممشى معمول كده في النص عشان الناس تتمشى فيه. طبعا هذا الممشى تم معمول له سور من الجانبين عشان يبقى مستقل بعيدا عن السيارات. بالنسبه للطرق المؤديه الى السيد البدوي فهي معموله بالانترلوك، سواء هذا الطريق او الطريق الاخر المؤدي الى عمر زعفان. المنطقه كمان منطقه السيد البدوي منطقه تجاريه مهمه جدا، يعني التطوير تكلف ما يزيد عن 30 مليون. المنطقه اهميتها بترجع ليه كمان، لان هي يعني منطقه تجاريه مهمه جدا، فيها صناعات كتيره زي صناعات النحاس والمشغولات الذهبيه. يعني هنا في مدخل السيد البدوي تلاقي الساغه موجوده على اليمين، المشغولات الذهبيه كلها هنا في المنطقه دي، في صناعات نحاس، في طبعا الحلويات السيد البدوي، يعني دي حاجه معروفه كل اللي يجي طنطا لازم يشوف بقى الحمص والحلاوه الشعر والمشبك والحاجات الحلوه بتاعه السيد البدوي. فهي المنطقه منطقه تجاريه، وفي كمان جزء خاص بالعطاره في خلف مسجد السيد البدوي. فلاهميه هذه المنطقه تم الاهتمام بتطويرها، حتى لما حضراتكم اكيد شايفين الصوره الاهتمام بواجهات المحلات كلها بحيث نكون الواجهات كلها موحده، وده للحفاظ على المظهر الحضاري لمنطقه السيد البدوي. والله احنا يعني بدأنا هنا من 3 سنين تقريبا، يعني مع الوزير محافظ استاذ دكتور طارق رحمي، ويعني بدأ التفكير على تطوير المنطقه كامله، تغيير واجهات المحلات والشوارع. والفكره ما كانتش بالنسبه لنا فكره رصف بس، فكره كانت فكره ان ازاي نطور المنطقه كلها، لان ده يعني المزار السياحي رقم واحد بالنسبه لنا كمحافظه غربيه، ومكان ليه قدسيته الكامله عندنا كلنا. كان يعني ازاي نعمل ده بشكل حضاري يتناسب مع طبيعه المكان نفسه. الحمد لله زي ما حضرتك شايف يعني وصلنا لحاجه كويسه، وان شاء الله يعني في الفتره المقبله دي في مرحله ثانيه بقيت يعني هنكمل بقيه الجزء اللي في المنطقه الخلفيه لمحيط المسجد ان شاء الله يا رب. في محاور كتير فتحناها كان فيها رصف. الفكرة كانت بالنسبة لنا مش احنا بس بنرصف شوارع، الفكرة كانت ازاي نطور شوارع نحافظ على الهوية البصرية للمكان كله. يعني التخطيط بدأ يشتغل، ان انت ازاي ما تشتغل على شارع تبدأ تطوره كشارع بشكل الشجر، ما بناخدش اسفلت بس اسفلت ارصفة، المكان كله يتطور. عندنا عندنا مثلا محور زي محور حافظ وهب ده واخد رابط على طريق طنطا جبين، تم الانتهاء منه من شهر تقريبا. يعني شغالين على كل المحاور دي. عندنا الاسكان البديل، احنا عندنا منطقه فيها 6 عمارات خلاص تم الانتهاء منها. يعني لا احنا الحمد لله يعني عندنا تطوير في كذا حاجه ان شاء الله. والله احنا شغالين بقى على الخطه الجديده، عندنا في طريق اللي هو طريق طنطا جبين ده بنحاول نطوره ونعمل عليه كورنيش الفتره الجايه، بحيث ان احنا يعني كل الاماكن اللي عندنا بناخدها خطوه خطوه، وبنبدا حتى الرصف والاماكن دي يعني توجيهات مع الوزير ان احنا دايما مربعات، بحيث ان انت المكان اللي بتاخده ما بتسيبش فيه مساحه ان يبقى مكان بايظ، لا طبعا بناخد المكان كله بيتطور كله كمربع على بعضه، بحيث ان الصوره كلها تطلع في النهايه كامله وصوره كويسه ان شاء الله.